اهلا وسهلا بيكم اعزائي طلاب التعليم المدمج، معاكم دكتور وليد خالد البلوك، وهنكمل مع بعض ماده الاداره الماليه كود 2301. دي المحاضره الثالثه. احنا كنا خدنا محاضرتين قبل كده. المحاضره الاولى كنا اتكلمنا فيها ووضحنا ايه هي البيئه الماليه اللي هي الاطار الخارجي اللي بيؤثر على اداء الوظيفه الماليه أو المتغيرات والمؤثرات الخارجية اللي ممكن تأثر على أداء المدير المالي. ثم في المحاضرة الثانية اتكلمنا على العائد والمخاطر وإزاي دول بيأثروا على القرار المالي وقرار الاستثمار. طيب في المحاضرة الثالثة، يا ترى موضوع المحاضرة الثالثة إيه؟ موضوع المحاضرة الثالثة زي ما شايفين هنتكلم فيه على الوحدة الثالثة اللي هي بتتكلم على هيكل التمويل. هيكل التمويل او الكابيتال ستراكشر. طيب بعد نهايه المحاضره مفروض تبقى ايه الموضوعات اللي انتوا تبقوا عايزين عارفينها. بعد نهايه المحاضره لازم تبقى عارف ايه المقصود بهيكل التمويل، ايه هي مصادر التمويل او النواحي الماليه اللي يقدر يعتمد عليها المدير المالي، ازاي اقدر او الفرق بين مداخل تكوين الهيكل التمويل، ازاي احسب تكلفه التمويل، وازاي احسب القيمه السوقيه للشركه، وفي النهايه ايه هو مفهوم الهيكل الامثل للتمويل. طيب تعالوا نبدا مع بعض. اكيد هنبتدي بمفهوم هيكل التمويل. نقصد ايه بهيكل تمويل الشركه؟ هيكل التمويل نقصد بيه مصادر الاموال التي تستطيع الشركه تدبير احتياجاتها منها. هيكل التمويل زي ما هو واضح هي مصادر الاموال، الشركه دي جابت الاموال منين؟ وزي ما انتم عارفين اي شركه خصوصا شركات المساهمه علشان تجيب اموال فانا عندي مصدرين، اللي هم يا اما فلوس الملاك اللي هي حقوق الملكيه او الديون انها تستلف، فدي بنسميها الديون. وهيكل التمويل بتاع اي شركه ده بيبقى يكون باين او واضح في الجانب الايسر من الميزانيه. اكيد كلكم عارفين ان الميزانيه جانبين، جانب يوضح الاصول والجانب الايسر بيوضح الديون او الخصوم حقوق الملكيه، فهو الجانب الايسر هو اللي بيعبر عن مصادر التمويل. يعني الجانب الايسر في ميزانيه اي شركه يقدر يوضح لنا مصادر الاموال، الاموال اللي شغاله بيها الشركه دي جابتها منين؟ والاموال اللي اعتمدت عليها الشركه كان مصدرها ايه؟ طيب زي ما قلنا عندي مصدرين للتمويل، هم اللي هم بيبانوا في الجانب الايسر في الميزانيه الديون او اللي احنا ممكن نسميها الخصوم وحق الملكيه. زي ما احنا عارفين الديون نوعين، في عندي ديون قد تكون ديون متداولة او خصوم متداولة، ودي هي الديون اللي انا مفروض كشركة اسددها في مدة قصيرة الاجل سنة فاقل، وعندي ديون او خصوم طويلة الاجل اللي هي بتبقى ديون لازم يتم سددها خلال فترة متوسطة وطويلة الاجل اكتر من سنة. ده الجزء الاول من التمويل. أو مصادر التمويل الثاني هي فلوس الملاك، فلوس الملاك في الشركة نحن بنسميها حق الملكية أو حقوق الملكية أو حقوق الملاك. وحقوق الملاك بتتكون من رأس المال اللي الملاك دفعوه عند تأسيس الشركة أو أي زيادة بعد كده خلال عمر الشركة بتحصل في رأس المال، بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة والأرباح المرحلة والاحتياطيات. يبقى دول بالنسبة لي لو اتسألت إيه هما المصدرين الرئيسيين إن الشركة تحصل على أموال، شركة يا إما تعتمد على الديون في التمويل يا إما تعتمد على أموال الملاك في التمويل. طيب ده شكل بيوضح هيكل التمويل. هيكل التمويل زي ما قلنا بيوضح الشركة باختصار جابت الأموال منين، والشركة عشان تجيب الأموال زي ما وضحنا برضو في مصدرين، يا إما ديون يا إما حق ملكيه. زي ما شايفين دي بدائل، يعني لو الشركه كلها كانت بس كل فلوس الشركه اللي شغاله بيها اموال ملاك هيبقى شكل هيكل التمويل بالشكل رقم واحد ده، ان ما فيش غير فلوس ملكيه فقط. طيب لو شركه زي الشكل رقم خمسه كل الاموال اللي شغاله بيها اموال ديون، ودي طبعا حاله نظريه يعني استحاله تبقى في شركه
الملاك ما دفعوش فلوس خالص فيها وكلها معتمد على ديون، لكن بنفترض ان في شركه كل الاموال اللي شغاله بها ديون، هيبقى شكل هيكل التمويل واخد الشكل ده ان فيها ديون فقط. الشكل رقم 2 دي لو شركه نص الاموال اللي شغاله بيها دافعها الملاك ونص الاموال الثانيه جايه عن طريق الديون. شكل 3 بيوضح ان فلوس الملاك، نسبه فلوس الملاك في الشركه اكبر من الديون. شكل رقم 4 بيوضح ان الشركه دي فيها ديون او مصادر الاموال عن طريق الديون اكبر من مصادر الاموال اللي جايه عن طريق الملكيه. اذا زي ما واضح في الرسم ده او في الشكل ده، ان هيكل التمويل هو مجرد بيوضح هو احنا اعتمدنا اكتر على الملاك ولا على الديون في تمويل الشركه، ونسبه كل واحد فيهم قد ايه. ده اسمه هيكل التمويل. طيب دور بقى المدير المالي. دور المدير المالي، وده اهم دور للمدير المالي في اي شركه، ان انا احدد هيكل التمويل. يا ترى كام في الميه من اموال الشركه هتبقى اموال ملاك، وكام في الميه من اموال الشركه هتبقى اموال ديون. يعني لو احنا رجعنا، انا كمدير اللي انا المفروض احدد الشكل بتاعي، هل انا اعتمد على الملكيه فقط، ولا اعتمد على نص ملكيه ونص ديون، ولا اخلي اموال الملكيه اكتر من الديون، ولا خلي اموال الديون اكتر من الملكيه. طبعا ما فيش ديون فقط، دي استحاله. فدور المدير المالي ان هو يختار الشكل هيكل التمويل المناسب للشركه، وده يعتبر من اصعب القرارات اللي بتواجه الاداره الماليه. شكل هيكل التمويل بتاعي، انا هعتمد كتمويل على مين اكتر؟ طيب وبالتالي المدير عايز يوصل لمصادر التمويل ونسبة كل منها في المزيج المالي، نسبة الملاك قد ايه، نسبة الديون قد ايه، بس بحيث ان انا كمدير اعمل توليفة تساعدني على حاجتين. ان انا اقلل تكلفة التمويل. يعني يا دكتور تكلفة التمويل؟ ناخد بالنا ان اي اموال بجيبها سواء عن طريق الملكية او عن طريق الديون فليها تكلفة. الملاك، اموال الملاك عايزين مني ارباح، واموال الديون عايزين مني فوائد، وبالتالي اي مصدر للتمويل فيه تكلفه. فانا اهم حاجه وانا بحدد شكل التمويل بتاعي، يهمني ان انا اوصل لشكل يكون فيه ميزتين مهمين جدا. اول ميزه انه يقلل لي التكلفه بتاعتي، اكون شغال باموال تكلفتها قليله. والميزه الثانيه ان انا اقدر اسدد او اقدر اوفي التزاماتي، يعني في نفس الوقت يضمن قدره الشركه على سداد التزاماتها الماليه. طيب ازاي اقدر اوصل لهيكل تمويل او اكون هيكل تمويل في شركتي؟ عندنا وجهتين نظر، وجهه نظر تقليديه وجواها ثلاث مداخل. اتنين منهم من المداخل دي بيشوفوا ان انا عندي هيكل امثل للتمويل، اقدر يعني هيكل امثل للتمويل اقدر اوصل لتوليفه مثلى للتمويل اللي هي تقلل لي تكلفه التمويل وتزود لي قيمه الشركه. ايه نقصد بهيكل امثل تاني؟ لو سالت نقصد ايه بهيكل امثل للتمويل؟ هو المزيج التمويلي اللي يزود من قيمه الشركه ويخفض من تكلفه التمويل. فاحنا عندنا وجهه نظر تقليديه في هيكل راس المال بتقول والله المدير المالي يقدر يوصل للتوليفه المثلى. ايه التوليفه؟ الخلطه ما بين قد ايه ديون وقد ايه اموال ملاك، يقدر هو يوصل للخلطه المثلى دي. طب والخلطه المثلى دي نعرفها منين؟ ان هي اللي تزود لي قيمه السوقيه للشركه وتخفض لي من تكلفه التمويل. طول ما انت كمدير مالي بتقدر تعمل هيكل تمويل يزود من القيمة السوقية للشركة ويخفض من تكلفة التمويل، يبقى ده اسمه انت بتعمل هنا هيكل تمويل أمثل. فوجهة النظر التقليدية تاني زي ما قلنا تحت منها ثلاث مداخل، منهم اثنين من الثلاثة دول زي ما هنشوف بيشوفوا ان احنا نقدر نعمل هيكل تمويل أمثل. في حين ان المدخل الثالث بينفي وجهة او فكرة الهيكل الأمثل للتمويل. تعالوا مع بعض نشوف المداخل الخاصة بوجهه النظر التقليديه في هيكل راس المال. المدخل الاول ده بيفترض حاجتين. زي ما قلنا بيفترض ثبات تكلفه الديون اللي هي معدل الفائده، لان احنا زي ما قلنا
هرجع اقول تاني ان اي مصدر اموال ليه تكلفة. طب ايه هي تاني مصادر الاموال؟ احنا قلنا مصادر الاموال نوعين، يا اما ديون فدي تكلفتها بتتمثل في الفايدة، يا اما اموال ملاك فدي تكلفتها تتمثل في العائد اللي عايز يكسبه الملاك او الربح اللي عايز يحققه الملاك. فالمدخل الاول بيفترض ثبات الاثنين، ثبات تكلفة الديون يعني ثبات معدل الفايدة، وبيفترض برضو ثبات العائد او الربح اللي عايزه الملاك. مهما انت بقى عمال تغير في نسب الديون، تزود ديون تقلل ديون، تكلفة الديون ثابتة. تزود ديون تقلل ديون، برضو معدل العائد على الملكية او معدل الربح اللي طالبه الملاك ثابت. يبقى المدخل الاول زي ما احنا شايفين بيفترض ثبات تكلفة الديون، بمعنى ان معدل الفايدة على القروض او السندات تظل ثابت حتى لو ارتفعت نسبة الديون. حتى وده طبعا انا رأيي ان هو افتراض غير منطقي، كل ما الشركة بتستلف اكتر كل ما بتحمل نفسها اعباء اكتر، فلما بتيجي تستلف تاني اكيد المقرضين يقولك لا انت سالف كتير، فاذا كنت بنسلفك قبل كده ب10% فاحنا هنسلفك المرة دي ب12. كل ما انت بتستلف اكتر كل ما انت هنا بتبقى ريسكي اكتر، او بتبقى بالنسبه للمقرضين عندك خطوره عاليه، فبيطلبوا منك فايده اعلى. بس المدخل الاول بيتجاهل ده تماما، بيتجاهل واني مفروض ان انا كل ما بستلف اكتر المقرضين يزودوا عليا الفايده، هو بيفترض ثبات الفايده حتى لو انا هستلف كل شويه الفايده ثابته، وبيفترض برضو ان العائد اللي هيطلبه الملاك ثابت برضو بغض النظر عن نسبه الديون، وده برضو افتراض زي ما نشوف مش مصدر. تعالوا ناخد مثال على المدخل الاول. يعني بيقول لي ان انا عندي شركه بتحقق ربح عمليات 1,000,000 جنيه، وعندها قيمه القرض اللي واخداه 2,000,000، وبتدفع عليه معدل فايده كام زي ما احنا شايفين 5%. معدل العائد الربح اللي عايزه الملاك 10، يبقى انا عندي المقرضين عايزين 5% او الديون تكلفتها كام 5%، والملاك اي فلوس ملاك تكلفتها عليا كام 10%. طيب الشركه محتاجه مبلغ جديد مقداره 3,000,000 عشان تتوسع. زي ما اتفقنا احنا هنا بنفترض ثبات معدل الفايده، يعني اي مبلغ جديد هستلفه هستلفه بنفس الفايده القديمه. نرجع كده لافتراض المدخل، الاول اهو بيفترض ثبات تكلفه الديون حتى لو ارتفعت نسبه الديون، وبرده زي ما قلنا بيفترض ثبات معدل العائد. فهو هنا الشركه عندها قرض ب 2,000,000 بتدفع عليه فايده 5%، ومحتاجه تتوسع فهتاخد قرض برده بالمبلغ الجديد اللي هو 3,000,000، وهتدفع عليهم برده فايده كام 5%. طيب المطلوب بافتراض ثبات معدل الفايده ومعدل العائد على حق الملكيه وربح العمليات، احسب تاثير القرض الجديد. القرض الجديد خد بالك هيعمل ايه؟ هيزود نسبه الديون، صح؟ هيزود نسبه الديون ولا لا؟ لان انا كانت عندي الديون ب 2,000,000، هزود ديون ب 3,000,000، هيبقى اجمالي الديون 5,000,000. يبقى القرض الجديد هيزود نسبه الديون. يا ترى ده تاثيره ايه على قيمه الشركه وتكلفه التمويل؟ واحنا زي ما اتفقنا امتى اقول عليه هيكل امثل؟ كل ما هو هيقدر يزود لي قيمه الشركه ويقلل لي تكلفه التمويل ده هيكل امثل، بقى ازود الديون لو هيعمل كده. تعالوا نشوف ده تاثيره ايه على قيمه الشركه. اول حاجه هحسب قيمه الشركه وتكلفه التمويل قبل ما ازود الديون، ثم هرجع احسب قيمه الشركه وتكلفه التمويل بعد ما ازود الديون. طيب انا كده غيرت في الهيكل وزودت الديون، إذا زادت قيمة الشركة وقلت تكلفة التمويل يبقى ده كان هيكل أمثل من اللي فات أو أحسن من اللي فات. إذا قلت قيمة الشركة وزادت التكلفة يبقى لأ، يبقى اللي فات كان هو الأمثل. تعالوا نشوف يا ترى أنا لما هزود الديون وفقا للمدخل الأولاني إيه اللي هيحصل لقيمة الشركة وإيه اللي هيحصل لتكلفة التمويل. فبحسب قيمة الشركة وتكلفة التمويل مرة قبل الزيادة ومرة نحسبها بعد ايه؟ الزيادة. انا بحسبها قبل الزيادة، يعني قبل ما اخد القرض الجديد اللي هو 3,000,000، انا بقول عندي اول حاجة بحسب قيمة الفوائد. هو
هو القرض قبل ما اخد القرض الجديد، انا عندي قرض بكام؟ ب 2 مليون، بدفع عليه فايده 5%، يبقى ال 2 مليون ضرب ال 5% يديني الفايده اللي انا بدفعها. انا بدفع فايده على ال 2 مليون 100,000 جنيه. طيب يبقى صافي الربح بتاع الملاك كام؟ انا كان قال لي في التمرين صافي الربح للملاك مليون، وهشيل منه الفايده اللي هي ال 100,000، يبقى صافي الربح للملاك 900,000 جنيه. يبقى انا وصلت دلوقتي حاجتين، ان قيمه الفوائد 100,000، ولما بخصمها من الربح يتبقى للملاك كام؟ 900,000. يبقى دلوقتي المعلومه اللي عندي ان قبل ما باخد القرض الجديد انا بدفع فوائد 100,000، والربح اللي بيتبقى للملاك 900,000 جنيه. دلوقتي عايزين نحسب القيمة السوقية بقى للشركة. بنقول القيمة السوقية للشركة هي عبارة عن صافي الربح ال 900,000 اللي احنا طلعناهم اهو، نقسمهم على العائد على حق الملكية. لو احنا رجعنا اهو، العائد على حق الملكية كام؟ 10%. يبقى انا بقول ال 900,000، يبقى ده القانون اللي انا بحسب بيه القيمة السوقية للملكية، عبارة عن صافي الربح على العائد على حق الملكية، تبقى القيمة السوقية للملكية 9 مليون. طب القيمة السوقية للديون برضو باخد معدل الفايدة اللي أنا حاسبه العشرة، ال100,000 آسف، قيمة الفوائد اللي هي ال100,000، وأقسمها على معدل الفايدة، ال100,000 على معدل إيه؟ الفايدة. فال100,000 على معدل الفايدة تديني القيمة السوقية للديون 2 مليون. يبقى علشان أحسب القيمة السوقية لأي واحد بجيب الربح بتاعه أو المبلغ اللي أنا بدفعه له على المعدل اللي أنا بديه له. الملاك بياخدوا ربح 900,000 بعائد 10%، والديون بتاخد فايدة 100,000 بفايدة 5%. فبقسم كل حاجة على المعدل بتاعها تديني ليها القيمة السوقية. أجمع القيمة السوقية للملكية زائد القيمة السوقية للديون تديني القيمة السوقية للشركة، لأن الشركة هي فلوس ملاك وفلوس ديون. تبقى القيمة السوقية للشركة 9 مليون زائد القيمة السوقية للديون 2 مليون، يبقى اجمالي القيمة السوقية للشركة هي 11 مليون. يبقى احنا كده حسبنا القيمة السوقية للشركة قبل ما ناخد الديون. محتاجين نحسب تكلفة التمويل. ازاي يا دكتور نجيب تكلفة التمويل؟ سهلة جدا. تكلفة التمويل باخد تكلفة الملكية اللي هي 10% اللي هي معدل العائد في الوزن. يعني الوزن، انا لو رجعت الوزن اهو، هي القيمة السوقية للملكية كام؟ 9 مليون. اجيب وزنها ازاي؟ بقول ال 9 مليون على اجمالي الشركه اللي هي 11 مليون، دي الوزن. نسبتها قد ايه؟ طب والقيمه السوقيه للديون اجيب وزنها؟ اه سهله جدا. اخد قيمه الديون 2 مليون على قيمه الشركه اللي هي 11 مليون، تديني وزن الديون. يبقى عشان اجيب التكلفه بقول تكلفه الملكيه اللي هي العائد 10%، دي 10% ده معايا، مضروب في وزن الملكيه. اجيب وزن الملكيه ازاي؟ قيمة الملكية على قيمة الشركة زائد تكلفة الديون اللي 5% في وزنها. طبعا معلش الرقم ده موجود في الكتاب وخطأ، ده قيمة الديون. قيمة الديون مش 9 مليون، هي ال 2 مليون. فدي المفروض 2 مليون، معلش بس هي خطأ في الكتاب، 2 مليون على 11 مليون. احنا لو رجعنا اهو قيمة الديون 2 مليون، فبقول 2 مليون على 11 مليون واضربها في تكلفتها اللي هي 5%. لو عملنا الكلام ده يديني تكلفة التمويل 9.1%. يبقى أنا دلوقتي قبل ما ناخد القرض الجديد عرفت معلومتين، إيه هما؟ إن قيمة الشركة 11 مليون، وإن تكلفة التمويل 9% تقريبا. طيب تعالوا بقى نشوف وفقا للمدخل القديم، لو خدنا القرض اللي 3 مليون غيرنا الهيكل، غيرنا الهيكل، غيرنا الهيكل إزاي؟ إحنا زودنا دلوقتي نسبة الديون. طيب تعالوا نشوف مع بعض لما زودنا نسبة الديون ايه اللي هيحصل لقيمة الشركة، وايه اللي هيحصل لتكلفة التمويل، ويا ترى ده وصلنا لهيكل امثل ولا لا. تعالوا نبص مع بعض حساب قيمة الشركة بعد زيادة الديون. برضو نفس الخطوتين، اول حاجة اجيب الفايدة واجيب الربح بتاع الملاك. الفايدة دلوقتي هتتحسب ازاي؟ القرض القديم اللي هو 2 زائد القرض الجديد اللي هو 3 مضروب في معدل الفايده، واحنا قلنا وفقا للمدخل الاولاني معدل الفايده ما بيتغيرش. يبقى مجموع الديون دلوقتي 5 مليون مضروبه في المعدل الفايده 5% يديني هنا قيمه الفايده 250,000.
اطرحها من الربح اللي هو المليون يديني صافي الربح للملاك 750 كده. انا قدرت احسب قيمه الفايده وصافي الربح للملاك. بعد ما حسبت قيمه الفايده وصافي الربح للملاك اجيب قيمه الشركه. قيمه الشركه ازاي؟ زي ما انا بجيب القيمه السوقيه للملكيه، ان انا بقول صافي الربح للملاك اللي هو 750 مقسوم على العائد بتاع الملاك هو ثابت قلنا مش هيتغير 10، تبقى القيمه السوقيه للملكيه 7.5 مليون. والقيمه السوقيه للديون اللي هي الفوائد دلوقتي بقت 250,000 مقسومه على معدل الفايده اللي هي 5% تديني قيمه السوقيه للديون، مجموعهم مع بعض القيمه السوقيه للملكيه زائد القيمه السوقيه للديون تديني قيمه السوقيه للشركه كلها اللي هي 12 مليون ونص. واضح ان القيمه السوقيه زادت ولا قلت؟ زادت، لان انا قبل ما ازود الديون كانت القيمه السوقيه 11 مليون، بعد ما زودت الديون القيمه السوقيه وصلت كام؟ 12 مليون ونص. طيب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل لتكلفه التمويل. تكلفه التمويل زي ما قلنا تتحسب ازاي؟ بقول تكلفه الملكيه اللي هي 10% مضروبه في وزن الملكيه. اي وزن الملكيه؟ عباره عن قيمه الملكيه. لو انا رجعنا هنا عبارة عن قيمة الملكية اللي هي 750,000 مقسومة على قيمة الشركة كلها، ده يديني الوزن بتاعها. يبقى قيمة الملكية عبارة عن إيه؟ قيمة وزن الملكية عبارة عن قيمة الملكية مقسومة على قيمة الشركة كلها. طب وزن الديون عبارة عن قيمة الديون مقسومة على قيمة الشركة كلها. يبقى بقول إن تكلفة التمويل عبارة عن تكلفة الملكية اللي هي 10% في وزنها اللي هي قيمة الملكية على قيمة الشركة، زائد تكلفة الديون اللي هي معدل الفايدة اللي هي 5% في وزنها اللي هي قيمة الديون على قيمة الشركة. تديني هنا ان تكلفة التمويل 8%. لا دي تكلفة التمويل قلت لأنها كانت 9%. يبقى وفقا للمدخل التقليدي أنا لما زودت نسبة الديون لقيت إن قيمة الشركة زادت من 11 مليون بقت 12.5، وتكلفة التمويل قلت من 9% بقت 8%. إذا نقدر نستنتج أهو، دي طبعا النهاية أهو، إن لقينا انخفض تكلفة التمويل من 9% ل 8%، وزادت قيمة الشركة من 11 مليون ل 12 مليون ونص، يعني زادت مليون جنيه ونص. ده إيه يا جماعة اللي حصل؟ لما زودت الديون، لما زودت الديون. يبقى نقدر نستنتج إن المدخل الأول ان انا اقدر اخفض تكلفه التمويل واقدر ازود قيمه الشركه كل ما ازود الديون في الهيكل بتاعي، وبالتالي تقدر توصل لهيكل امثل لما توصل نسبه الديون بتاعتك ل 100%. طبعا ده افتراض غير واقعي ان انت تلاقي شركه 100% نسبه ديون. يبقى المدخل الاول شايف ان انا اقدر اوصل لهيكل تمويل امثل كل ما ازود الديون في الهيكل، او كل ما ازود الاعتماد على الديون. المدخل الاول شايف ان سيادتك كل ما تزود الديون في شركتك هتقدر تعمل حاجتين مهمين جدا، هتقدر تخفض تكلفه التمويل وتقدر تزود قيمه الشركه. لكن طبعا في انتقادات للمدخل الاول اللي هو الانتقادات الخاصه بثبات الاثنين، ثبات تكلفه الديون وثبات تكلفه العائد على الملكيه أو تكلفة الملكية. طبعًا الافتراض الأول خطأ الخاص بثبات تكلفة الديون، لأن طبيعي جدًا إن كل ما يزيد حجم ديون الشركة لحد معين ده الدائنون أو الديانة هيزودوا الفايدة عليك، لأن ده ممكن يزود عدم قدرة الشركة على السداد. وده يمكن قلتها من شوية إن طبيعي جدًا إن أنت لما بتزود الديون في شركتك كل ما الدائنون او كل ما المقرضون في الحاله دي هيزودوا عليك معدل الفايده، لان انت هنا بتزود عليك خطر عدم القدره على السداد. برضو المدخل الاول فيه عيب ان هو بيفترض ثبات تكلفه الملكيه 10% في الحالتين، لان عموما كل ما بتزود نسبه الديون في الهيكل بتزود المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الملاك، وبالتالي الملاك بيطلبوا عائد اعلى. انت كل ما بتزود الديون
مفروض ان الملاك بيطلبوا عائد اعلى، لان انت هنا حملت الملاك ريسك اعلى، فبيقولوا لك لا احنا عايزين عائد ايه اعلى. طيب المدخل الثاني بيفترض ثبات تكلفه الديون، لكن بيفترض بقى مش ثبات تكلفه الملكيه، لا بيفترض ارتفاع تكلفه الملكيه كل ما تزود الديون في شركتك، وده قلنا غالبا بيكون وضع طبيعي جدا، ان انت كل ما بتزود الديون في الشركه الملاك بيشوفوا ان هم بيتعرضوا لخطر اعلى، ان هم ممكن الشركه تفلس وفلوسهم تروح، وبالتالي ممكن يطلبوا عائد اعلى. فالمدخل الثاني بيفترض ثبات تكلفه الديون، اي نعم، لكن بيفترض تغير تكلفه الملكيه، يعني ارتفاع تكلفه الملكيه كل ما تزيد نسبه الديون في الشركه. طيب بدون ما ندخل في تفاصيل اكتر للمدخل الثاني، تعالوا نشوف اهم النتائج. لو انت افترضنا المدخل الثاني اللي هو بتاني بيفترض ثبات الديون، مهما انت استلفت ديون جديده فتكلفتها ثابته، لكن بيفترض ان انت كل ما بتزود الديون كل ما تكلفه الملاك بتزيد. المدخل الثاني ايه نتائجه؟ المدخل الثاني بيشوف لا، ان كل ما تزود الديون بيحصل ثبات تكلفه التمويل، على عكس المدخل الاولاني. المدخل الاولاني زي ما احنا شايفين كان بيشوف كل ما بتزود الديون تكلفه التمويل بتقل بتاعت الشركه، لا المدخل الثاني بيشوف ثبات تكلفه التمويل. الله، ليه ثبات تكلفه التمويل؟ رغم ان انا بزود معدل العائد على الملكيه، لان انت كل ما بتزود الديون ايه اللي بيحصل؟ رغم ان معدل العائد على الملكيه بيزيد، لكن ده بيتم تعويضه بانخفاض الوزن النسبي لحق الملكيه. انت كل ما بتزود الديون في الهيكل كل ما بتقلل وزن الملكيه، نسبه الملكيه بتقل. يعني اذا كانت 50% ملكيه و50% ديون، لو زودت الديون هتلاقي نسبه الديون هتبقى اكتر من 50 وحق الملكيه هينزل. يبقى اي نعم، انت زودت حق الملكيه او تكلفه الملاك، ولكن انخفاض الوزن النسبي لحق الملكيه عوض الزياده اللي حصلت في تكلفه الملكيه. طيب وبرضو ان ارتفاع الوزن النسبي للديون قضى على الاثر الزياده اللي حصلت في تكلفه الملكيه. المدخل الثاني برضو بيفترض ثبات قيمه الشركه، يعني المدخل الثاني بيقول لك حاجه بسيطه جدا، انت كل ما بتزود الديون في شركتك تكلفه التمويل ما بتتغيرش ولا قيمه الشركه بتتغير، وبالتالي من وجهه نظر المدخل الثاني لا يوجد هيكل امثل للتمويل، زود ديون، قلل ديون، زود ملكيه، قلل ملكيه، بيفترض ان دايما هتفضل تكلفه التمويل ثابته وقيمه الشركه ثابته، وبالتالي المدخل الثاني هنا شايف ببساطه انه لا يوجد هيكل امثل للتمويل. طالما كل ما بتقعد تعدل في التمويل بتاعك قيمه الشركه ولا تكلفه التمويل بتتغير، يبقى في الحاله دي مفيش هيكل امثل للتمويل. طيب المدخل الثاني طبعا الانتقادات، اقول زي ما قلنا هو بيفترض ثبات تكلفه التديون، فده اهم الانتقاد. نفس الانتقاد في المدخل الاول، ان انا كوني افترض ثبات تكلفه الديون ده طبعا قد يكون افتراض غير سليم، لان في الواقع العملي عاده ما يزيد معدل الفائده على القروض عندما يتخطى حجم ديون الشركه مستوى معين لزياده المخاطر التي يتعرض لها الدائنين في حاله توقف الشركه عن السداد. زي ما قلنا في الواقع العملي مفيش حاجه ان انا كل ما بستلف معدل الفائده يفضل ثابت، كل ما ديونك بتزيد كل ما انت هنا الدائنين بيزودوا عليك الفايده، لان هم هنا بتزود عليك المخاطر ان الشركه بتاعتك ما تقدرش تسدد وتعلن افلاسها. لكن طبعا هو بيتلافى الانتقاد الثاني بتاع ثبات العائد على الملكيه، لا هو ماشي صح ان هو بيفترض فعلا ان معدل العائد على الملكيه كل ما بتزود الديون كل ما معدل العائد على الملكيه بيزيد. طيب المدخل الثالث بيفترض تغير الاثنين بقى، بيفترض تغير تكلفه الديون. يعني ايه تغير تكلفه الديون؟ يعني سيادتك معدل الفايده على القروض او السندات بيزيد بزياده تلك القروض، كل ما تزيد القروض اللي انت بتاخدها كل ما يزيد معدل الفايده اللي انت بتدفعه،
قلنا ليه برضو من الواقع العملي، لان كل ما بتزيد القروض بتاعتك كل ما ده ما بيزود المخاطر اللي بيواجهها الدائنون، وبالتالي طالما الديانة بيواجهوا مخاطر اعلى فبيطلبوا منك فايدة اعلى. برضو المدخل الثالث بيفترض تغير او ارتفاع تكلفة الملكية اللي هي العائد على حق الملكية مع زيادة نسبة الديون، نتيجة برضو ارتفاع المخاطر اللي هم بيواجهوها. احنا ملاك وانت كمدير مالي زودت ديون في الشركة، اذا زي ما قلنا كل ما بتزود الديون فانت بتعرض الشركة للافلاس اكتر، وبالتالي احنا برضو فلوسنا كملاك زي ما فلوس الديانة بتتعرض لمخاطر، احنا برضو فلوسنا كملاك بتتعرض لمخاطر، فبنطلب عائد اعلى. فده منطقي جدا في المدخل الثالث ان هو بيفترض تغير الاثنين مع زيادة نسبة الديون. يبقى شيء طبيعي لما بتزود حجم الديون في هيكلك تكلفة الديون بتزيد، لان الديانة برضو بيتعرضوا لخطر انك ممكن تفلس ففلوسهم تروح، وبرضو تكلفة الملاك بتزيد لان الملاك بيتعرضوا لنفس الخطر ان ممكن الشركة تفلس فبرضو فلوسهم تروح. طيب ايه النتائج بقى لو انت كمدير مالي بتفترض المدخل الثالث؟ بتفترض ان انت كل ما بتزود الديون في شركتك كل ما بتقدر تخفض تكلفة التمويل. الله، طب ما ده زي المدخل الاول. والمدخل الثاني خد بالك قال زيادة الديون ما بتأثرش خالص، لكن المدخل الاول لو احنا رجعنا قال لك لا، زيادة الديون بتقلل تكلفة التمويل وبتزود قيمة الشركة. ده المدخل الاول، ارجع كده وشوف. طب والمدخل الثالث، سوري المدخل الثاني، قال لا ما بتأثرش، كل ما بتزود الديون لا بتأثر على تكلفة التمويل ولا بتأثر على قيمة الشركة. طب المدخل الثالث قال لك كل ما بتزود الديون لا بتخفض تكلفة التمويل وبتزود قيمة الشركة، بس مش لما لا نهاية، مش على طول، عند نقطة معينة وبعديها بتقلب. يبقى المدخل الثالث شايف ايه؟ يمكن تخفيض تكلفة التمويل عند زيادة الديون، ولكن إلى حد ايه؟ معين، في نسبة معينة بعديها كل ما بتزود الديون يعملها تقلب عليه، ثم تبدأ بعده تكلفة التمويل وقيمة الشركة في الانخفاض. ويفسر ذلك بأنه على الرغم من ارتفاع تكلفة الديون مع ارتفاع نسبتها في هيكل التمويل، الله، طب أنا كل ما بزود الديون الديون بتكلفتها بتزيد، إيه اللي بيخلي تكلفة التمويل تقل؟ إن ارتفاعها أقل من معدل ارتفاع تكلفة الملكية. إن أي نعم تكلفة الديون بتزيد ونسبتها بتزيد، بس ارتفاعها بيكون بمعدل أقل من معدل إيه؟ تكلفة الملكية. لحد ما بنوصل عند نقطة معينة الوضع بيقلب، بيبقى ارتفاع معدل الملكية أكبر، أو بتبقى الزيادة في تكلفة الديون أكبر من الزيادة في تكلفة الملكية، فبتقلب عليها. يبقى إلى أن تصل الشركة إلى نسبة المثالية للديون في الحالة دي تجيب إيه؟ أعلى قيمة للشركة وأقل تكلفة. بعد النسبة دي لا، هنلاقي زيادة الاعتماد على الديون يؤدي إلى انخفاض قيمة الشركة وارتفاع هتعكس عندها. نتيجة إن الارتفاع اللي حصل بقى في تكلفة الملكية لا يمكن تعويضه بالاعتماد على إيه؟ على الديون. هنلاقي إن تكلفة الديون بقت ارتفاع تكلفة الديون أعلى بكتير من ارتفاع تكلفة الملكية. وبالتالي رغم ان انت بتقلل نسبة بتزود نسبة، وبالتالي رغم انت عشان كده بتزود نسبة الديون وتكلفتها بقت اعلى بكتير، فده بيرفع هيكل او تكلفة التمويل. يعني تعالوا شوف المثال هو بيوضحه. انا هنا لو عندي الديون في الشركة صفر هتبقى تكلفة التمويل كده، كل ما بزود الديون، شايفين الخط ده، انا هنا بزود نسبة الديون، كل ما بزود نسبة الديون ايه اللي بيحصل؟ اتفقنا المدخل الثالث بيقول كل ما تزود الديون، يعني كل ما تمشي كده على الخط ده، ادي نسبه الديون اهو، كل ما تمشي على الديون ايه اللي بيحصل؟ تكلفه الملكيه بتزيد وتكلفه الديون بتزيد، هو بيفترض كده. لكن بيفترض في الاول ان الزياده، شايفين الخط ده انحناءه قليل عن الخط ده، بص ده منحني طالع لفوق، بيفترض ان الكيرف ده قليل، فبيفترض ان في البدايه بتبقى الارتفاع في تكلفه الديون اقل من الارتفاع في تكلفه الملكيه. فطول ما انت ماشي، اي نعم ده بيرتفع وده بيرتفع، بس ده بيرتفع بانحناء قليله، شوف الكيرف قليل،
وده بيرتفع بكيرف اعلى. فهنا بيفترض ان تكلفه الديون اهي بترتفع وتكلفه الملكيه بترتفع، بس تكلفه الديون بترتفع بانحناء اقل، فتكلفه التمويل نفسها بتقل. اهو شايفين ده خط تكلفه التمويل اهو. يبقى المدخل الثالث شاف ان زياده الديون، بص اهو ده كده زياده الديون اهو، زياده الديون هترفع تكلفه الملكيه وترفع تكلفه الديون، لكن هترفع تكلفه الديون بنسبه اقل، وهي دي اللي بتزيد عندي، دي اللي بتزيد وبتزيد بنسبه قليله، فتكلفه التمويل مالها تقل. اجي عند نقطه معينه لما باجي ازود ديون بعد كده بتبقى تكلفه الديون انحنايتها اعلى، فهي بتزيد وتكلفتها بتبقى ازيد، فبترفع لي تكلفه ايه؟ التمويل. فالمدخل الثالث شايف ان عندي هيكل امثل للتمويل، بس مش ان انا ازود ديون على طول، ان انا ازود ديون عند لحد نقطه ايه؟ معينه. بعد كده زياده الديون خطر. يبقى انا عندي دلوقتي وجهه النظر التقليديه ثلاث مداخل. المدخل الاول بتقول لك افرض زود ديون في الشركه، كل ما بتزود ديون في الشركه ده كويس، كل ما بتزود ديون في الشركه ده كويس. ليه؟ لان ده بيقلل لك تكلفه التمويل وبيزود قيمه الشركه. طب في حد معايا؟ لا، زود ديون زي ما انت عايز. المدخل الثاني بيقول يا عم مفيش فرق، زياده الديون ما بتاثرش خالص، زود ديون قلل ديون ملهاش تاثير. المدخل الثالث لا، بيقول لك زياده الديون لها تاثير وبتقلل لك تكلفه التمويل وبتزود لك قيمه الشركه، بس لحد نقطه ايه؟ لحد نقطه معينه مش للاخر. فانت لازم تحدد النقطه دي، لان النقطه دي هتكون عندها تكلفه التمويل اقل ما يمكن، تفضل تقل تقل تقل، توصل عند النقطه دي اقل ما يمكن، وبعد كده تبتدي ايه؟ تزيد تاني. فانا عايز احدد ايه نسبه الديون الكويسه في شركتي اللي تجيب لي اقل تكلفه ايه؟ تمويل. اذا المدخل الثالث شايف ان في هيكل امثل، في هيكل يقدر يوصلني لاقل تكلفه تمويل، بس مش زياده الديون 100%، بس في هيكل امثل. طبعا انتقادات المدخل الثالث انه بيفترض ان الارتفاع اللي بيحصل في تكلفه الديون في البدايه بيكون اقل من معدل اللي حصل في تكلفه الملكيه. طيب احنا كده اتكلمنا على وجهه النظر التقليديه في هيكل التمويل، واللي قلنا ليها ثلاث مداخل، واللي هي شايفه ان الديون ليها تاثير على هيكل التمويل، ليها تاثير على هيكل التمويل. تعالوا بقى نبص على وجهة النظر الحديثة. وجهة النظر الحديثة مين اللي عملها؟ عملها اثنين اسمهم مجلياني وميلر. وجهة النظر دي شايفة ان الديون وحق الملكية لا بتأثر على قيمة الشركة ولا بتأثر على تكلفة التمويل خالص. حط ديون زي ما انت عايز، حط ملكية، دول ما لهمش تأثير. وان الشركة بعيدة كل البعد عن انت جبت الفلوس منين. هما شايفين ان الشركه وقيمه الشركه ملهاش علاقه انت جبت فلوسي منين، لكن ليها علاقه ان قيمه الشركه مرتبطه بكفاءه الاداره في الاصول. انت بتشغل، مالكش دعوه بقى الاصول اللي تحت منك انت جايب فلوسها منين. قيمه الشركه مش مرتبطه ب انت اشتريت الاصل ده باني فلوس، هي مرتبطه بكفاءه ادارته، فهي مرتبطه اكتر بكفاءه اداره الاصول والقوه الاراديه لها، وانك بتقدر تستخدم الاصول دي علشان تولد ايرادات وارباح. هي وبالتالي شايفه ان قرار وجه قيمه الشركه مرتبطه بالاستثمار، انت بتشغل الفلوس ازاي مش جايب الفلوس منين، لان شايفه كلها ان هم مستقلين، وشايفه ان قرار الاستثمار وقرار التمويل قراران ايه. يبقى ده وجه، عشان لو سالت في الامتحان مين وجهه النظر التقليديه والحديثه اللي شايفه ان في انفصال بين الاستثمار والتمويل. طبعا وجهه النظر الحديثه هي اللي شايفه ان في استقلال او انفصال بين قرار الاستثمار وقرار التمويل، وان زي ما قلت لك كونك تشغل فلوسك بشكل كويس ده ملوش علاقه انت الفلوس دي سالفها ولا بتاعتك، دي ليه علاقه بادارتك للفلوس دي. فدي طبعا وجهه النظر الحديثه الخاصه بوجهه نظر موجيلياني وميلر تاني، اللي بتقول باختصار ان هيكل التمويل ملوش تاثير لا على قيمه الشركه ولا على تكلفه الديون. لكن وجهه النظر التقليديه، حتى وجهه النظر المدخل الثاني اللي شايف ان هما هي شايفه انها بتاثر بس ثابتين، يعني وجهه الثلاث مداخل بتوع وجهه النظر التقليديه شايفين ان الديون زياده الديون او هيكل التمويل بيأثر على تكلفه التمويل وعلى قيمه الشركه.
بيأثر، رغم ان المدخل الثاني شايف انه ان هم بيأثروا بس ثابتين، بيخلوا القيمه ثابته بس بيأثروا. لكن وجهه النظر الحديثه شايفه تماما ان هيكل التمويل ملوش تأثير لا على قيمه الشركه ولا على تكلفه التمويل، وشايفه ان في انفصال بين قرارات الاستثمار وقرارات التمويل. بكده نكون انتهينا من الوحده الثالثه ومن المحاضره الثالثه اللي وضحنا فيها يعني ايه هيكل تمويل، وهي المداخل الخاصة انك تكون هيكل تمويل. ووضحنا ان انا عندي وجهتين نظر، وجهة نظر تقليدية شايفة ان قرارات التمويل نسبة الديون ونسبة الملكية بتأثر على تكلفة التمويل وعلى قيمة الشركة، ووجهة نظر حديثة شايفة ان قرارات التمويل ملهاش اي علاقة لا بتكلفة التمويل ولا بقيمة الشركة. شكرا، ودايما نلتقي على خير ان شاء الله.